في حاجة تانية؟ راندي عدت ال 40 تطلع. يعني ايه عدت ال 40؟ هو انا مش قلت اي كلب وصل عند ال 40 يطلع؟ اه. طب راندي عدت ال 40 ولا ما عدتش؟ عدت ال 40 كل 150 هو بتاعها عالي. اه ممكن لا تطلع. تطلع. خلي بالك يا الباور بتاعها عالي جوه بس. تطلع طالما عدت ال 40 تطلع. يلا اي كلب يوصل عند 40 يوم من الحوامل يطلع ياخد فوق فسحه كده يجري شمال ويمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس انت معانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان. طبعا الحلقه بتاعتنا النهارده يا جماعه هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو حريه الكلب بعد في فتره الحمل. الكلاب دي في كلاب هنا معديه ال 40 يوم حمل، بنبدا ان احنا بعد ال 40 نطلعهم من البوكسات بتاعتهم ونطلقهم فوق كده، يعني يغيبوا مطلوقين كده لحد 55 يوم. معناته ايه بقى الكلام ده؟ ان الكلب هيفضل مطلوق 15 يوم. تعرف ان ال 15 يوم دولت فيهم فايده كبيره جدا للكلب؟ تعرف ان ال 15 يوم دولت هم اللي فيهم ان الجرو بينزل مرتاح وكويس بسبب الطلقه دي؟ غير كده وكده كمان جري الكلب فوق قدامك كده بتبين معاك ان كانت الكلب حامل ولا فاضيه. تمام؟ طبعا احنا طلعنا اهو دي مجموعه من الكلاب طالعينهم فوق عشان متجوزين كلهم. تمام؟ خدت قرار النهارده وقلت للناس هنا ورتبت مع الناس هنا طبعا ان اول كلاب عدت ال 40 يوم تنطلق. طبعا غير البوكس خالص. بالراحه عليها بالراحه عليها. بس سيبها بقى. سيبها وهي هتمشي، سيبها وهي هتعدي. الكلبة دي فاضية بقى دي كده ال 40 يوم فاضية. سيبها يا باشا. لا انت تطلع عند نديل رحمة عشان نفهمك، انت ورحمة مش معنى نديل رحمة يعني انا بنتلاشاك. رحمة معنى كلمة طلعها عند ال 40 يوم، مش شرط الكلب حامل ولا مش حامل. 40 يوم على الأقل لو هي فاضية، لو هي فاضية هتسيبيها هتسيبيها تاخد راحتها 15 يوم. ده وكلب كويس، كلب كويس. هي معدية ال 40 تطلع فوق. يلا. فاضل مين؟ زيت اخرى؟ فاضل مين؟ دورة ريما ريما لسه تمام. اباش لسه. راندي طالع فوق، جيدة طالع، هيرا طالع. تمام. بس اه
وانت عندك كان في ذهب وسوري. الكلبه دي شايله ذهب طالع زيت زيته وذهب طالع باينه بطنها باينه ربنا يبارك. هي زيته متجوزه مين؟ مكتوبه عندك متجوزه مين؟ متجوزه ايفاء. ازاي مش مكتوبه؟ ايفاء ماشي تمام. فرنسا على الاقل يا جماعه حتى لو فيهم كلبه مش شايله يبقى احنا عملنا لها فسحه 15 يوم. يعني طلعت شرم. شرم. ايوه طلعت شرم 15 يوم. مثلا نفترض مثلا انا عندي كلبه جوزتها النهارده عند اليوم ال 40 نيجي نطلعها نهويها كده ونسيبها تلعب وتتنطط. عملت لها تغيير حاله نفسيه بدل ما هي محبوسه في البوكس على طول تمام. يبقى انا بدل ما نطلعها مثلا قبل على ال 55 عشان تولق لا يبقى انا نطلعها على ال 40 تمام. على اساس ان هي تاخد فسحه راحت مارينا وراحت شرم والغردقه والساحل والحاجات دي. اه وهيبقوا قدام عينينا وهتحط لهم اكل بزياده عن البوكسات تمام. هتشبعهم اكتر هتهتم بيهم اكتر هيبقوا قدام عينيك. اللي فاضي فينا يطلع يسرح لواحده فيهم يظبطها تمام. تبقى العين عليهم. هتلاقي حياه الكلب في التغييرات بتاعت حياته هتلاقي ان فيها ايه فسحه ايش عارف ايه. لكن احنا زي البني ادمين لو انت قضيت حياتك شغل 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 هتمل وهتتعب وتكبر بدري في السن. فلازم يبقى فيه ايه شويه برضو ايه فرفشه شويه دلع شويه شارع الهرم شويه كافيه ابو عمار تمام شويه مش عارف ايه شويه كده شويه كده ايه. يا باشا انا هناخدك معايا هندلعك يا باشا شويه الريف العربي شويه كده شويه كده هندلعك يا باشا. يا باشا هو باذن الله بنشيط ربنا من الايام الجايه كلنا هنتدلع يعني باذن الله. احلى دلع. تضحك على ايه؟ يا باشا يلا فاضل مين؟ ريما ايه؟ فاضل مين؟ مين مين؟ ريما والله ابن حسين بقول كريم. بسمة حط طبق اكل من اللي انا بنقول لك عليه ده طبق بلاستيك امليه اكل. بس بس شر بنت شر انت انت شر بنت شر بتدوري على اي مشكله تتعلقي فيها يا لئيمه يا خبيثه. زيت علمتك الادب دلوقتي. يلا يلا رجاله انت حبيبتك الشده دي من جفاها. يلا ندولهم شويه اكل ترطشي كده وانت ماشيه كده ترطشي. امسكي البتاع بص يا بابا ايوه على ايدك كده احدفي كده كانك ايه اكنك بتدلعي. يلا وانت وانت بترشي كده قولي ايه ان ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني. يلا يلا رش رش اكل طولي بقى هنا يا لا 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 الله يا ابله ماشي طوالي يلا غيري الاماكن. لا يلا يلا ايوه غيري الاماكن. يلا بابا غيري الاماكن. يا سلام ده تترمي بدلع قوي. ما ترمي ناحيه جوه شويه. شوفي ايدك يا ماما خد انت منها يا رحمه. ايوه كده بس شويه دلع كده اديهم طبق كمان. اه اديهم طبق كمان يا رحمه بلعها عليهم كده بس يا بت.